حمارة عندي سيكا وسوكا أختي سيكا في أي حاجة سوكا ما بتتأخرش زوزو جدته وكمارة زي أخوه دايما بينصحوه وسيكا هو سيكا ما بيتغيرش كمارة الصوت المزعج ده حتى يوم الاجازه كمان مشغلين منبه خلاص يا انا النهارده نوم وراحه وكسل سيكا اصحى بقى يا سيكا كفايات نوم وكسل احنا صحينا من بدري اصحى بقى يا اخي وبعدين في ايه هو الواحد ما يعرفش يرتاح شويه هو انا هلاقيها منك ولا من المنبه ده كمان يا سوكا نوم نوم ايه انت ناسي انك وعدتني انك تساعدني في تنظيف الشقة في يوم الاجازة حاضر حاضر شوية وبعدين بعدين اسوك بعدين هي كل حاجة عندك شوية وبعدين انا مش عارفة اخر كسلك ده ايه سيكا اصحى يلا سيكا هو في احلى من الكسل هو انت لسه نايم يا سيكا يا حبيبي يا ابني قوم احنا بعينا الظهر كفاية كسل بقى يا تيتا تيتا ما انت عارفه ان النهارده يوم اجازه ومحتاجه ارتاح شويه ترتاح شويه برضو ولا كسلان تروح تجيب طلبات البيت من السوبر ماركت يا تيتا انا مش قادر انا تعبان وحاسس ان لو خرجت دلوقتي ممكن اتعب اكتر طيب هصدقك يا سيك لكن لازم تعرف ان الكسل مش حلو وبكره هفكرك تبقى تقول تيتا زوزو قالت على فكره يا تيتا سوكا صاحيه من بدري وممكن تقولي لها لغايه اما فوق انا من النوم لحسن انا قايم مدروخ انت عارف ان سوكا مش فاضيه وحتى بابا راح شغله من بدري وانا بعمل الاكل وانت كمل نومك يا سيكا كمل نومك وهفكرك يا سيكا ولما نشوف كل شويه سيكا ومفيش غير سيكا في البيت ده ولا ايه معقول مش عارف ارتاح حتى في يوم الاجازه وطبعا تيتا اكيد عايزاني اروح اجيب طلبات الاسبوع كله واطلع في الحر والشمس واشيل واتعب سيكا يا زكزوكتي يا حبيبي كلم صاحبك هو يوم باقي من اوله وشكله كده ما فيهوش نوم شيكو اهلا خير ايه اللي جابك قصدي ازيك عامل ايه اتفضل ازيك لكن ايه هو لسه صاحي ولا ايه انا افتكرت انك صحيت من بدري يا عم واصحى بدري ليه هو التلاسي اللي النهارده اجازه لا لكن انت اللي نسيت ان النهارده معانا درس موسيقى عند الاستاذ امجد لا 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 انا ما نسيتش ولا حاجه انا كنت حالا هتصل بيك واعتذر على حضور الاستاذ امجد معقول دي تالت مره ما تحضرش وده مش كويس احنا لازم نتمرن ونتدرب كويس يا سيك عارف لكن اعمل ايه انا صحيت النهارده لقيت صوتي تعبان شوية والظاهر اللي اخدت برد وقلت اريح النهاردة وانام شوية هاتشي ايه ده بصاحب مكوى طيب يا سيكا طيب الف سلام عليك بقى واسيبك دلوقتي ترتاح وابقى اطمن عليك بالليل سلام يا سيكا سلام يا شيكو بتوحشني والله يبقى تعالى مع السلامة باي باي يا ساتر عليك يا شيكو هو انا محتاج تمرين ده انا صوتي حلو وطبيعي حتى هو يا سارق من عين النوم لو نمت دقيقة تصحيني ايه ده الظاهر ان صوتي فعلا تعبان انا قلت كده برضه احسن حاجة اروح العب واتسلى واريح اعصابي الو اهلا يا كمارة ازيك يا سيكا انا قلت اتصل وافكرك انت مهزوم النهاردة على عيد ميلاد ميدو ابن خالتي ما انت عارفه طبعا بس بجد كويس يا كمارة انك فكرتني انا كنت فعلا ناسي وكنت مريح شوية معقولة دي يا سيكا تنسى وانت عارف ميدو بيحبك قد ايه
لازم تحضر عيد ميلاده. حاضر حاضر يا كمار، وهكون اول واحد. على فكرة نسيت اقول لك ان هيكون في الحفلة مزيكا لا وتجي كمان، وكمان جاتوه من اللي انت بتحبه. جاتوه ايه يا كمار؟ ما انت عارف ان صوتي حلو. عارف، انت هتقول لي وطبعا هغني في ايدي. ليه لا لا والنبي بلاش يا سيكا، والنبي تعالى بس عشان خاطر ميدو، ومش عايز اوعى تغني. ها باي باي باي. يا سلام، اما حته عزومه وحفله ولازم اغني فيها، وعشان كده انا لازم البس الجاكيت الكحلي عشان ابقى ستار في الحفله، ولازم كمان اختار هديه كويسه لميدو وتكون فايف ستار. ايوه مفيش غيرها، هي سوكا. كويس انك يا سوكا لابسه وخارجه، عشان عارف ان زوجك حلو، قلت تختاري لي هديه عيد ميلاد حلوه اروح بيها لميدو ابن خالك كمار. ها ايه رايك؟ يا ريت يا سيكا، لكن فعلا مش هقدر لان يمكن اتاخر، وخصوصا اني رايحه مع تيتا مشوار في مكان مهم جدا. ايه ايه هي تيتا كمان خارجه؟ طيب هو فين جاكيت الكحلي يا تيتا؟ عشان حفله النهارده مهمه وعايز اكون فيها ستار، وهغني يا تيتا. هتغني؟ الجاكيت الكحلي موجود في سبت الغسيل من امبارح يا سيكا، وناوي اغسله لك النهارده. ده لو كنت جبت طلبات البيت ومن ضمنها مسحوق الغسيل. مش قلت لك هفكرك. اخ ضاعت الحفله وضاع مستقبلي الفني. شفت بقى ان الكسل اخرته مش حلوه ازاي؟ شفت وعرفت. لكن بالمناسبه انتوا خارجين رايحين على فين؟ نسينا نقول لك ان احنا رايحين الملاهي، وهركب البساط الشقي. هركبه. سيكا على فكره ما تنساش تبقى تتغطى كويس قبل ما تنام. انام وانام ازاي؟ استنى استنى يا تيتا، معقول يعني ما اروحش الحفله وكمان ما اروحش معاكم الملاهي؟ ده حرام والله حرام. انا وبعدين ايه ده؟ ده اكيد كمار. كويس انه اتصل تاني عشان اقدر اعتذر عن الحضور. الو الو. ايوه يا سيكا، انا شيكو. مين شيكو؟ شيكو تاني؟ عايز ايه يا شيكو؟ انا بطمن عليك، وكمان اتصلت بكمارة دلوقتي وقلت له انك تعبان شويه. بجد انت هاي؟ برافو عليك يا شيكو. وعشان كده قررنا نجيلك كلنا نزورك، وكمان اشوفك واقول لك على احلى مفاجاه. هو في مفاجاه تاني يا شيكو؟ قول سمعني. الاستاذ امجد مدرس الموسيقى عمل مفاجاه اثناء الدرس، واستضاف لجنه استماع اصوات من الاوبرا، واعجبوا بصوتي وطلبوا مني انا ومجموعه تانيه نغني في حفله داخل الاوبرا. هاي يا شيكو، وطبعا انا معاكم. طبعا للاسف لا، لانه مش ممكن كانت اللجنه تجيلك في البيت وانت نايم على السرير، وبعدين انت مش قلت ان صوتك تعبان النهارده؟ لا مش ممكن، حرام يعني. غني زلمون، ما كنتش اعرف قبل النهارده ان الكسل اخره كده، ولا كنت اصدق قبل النهارده ان شيكو كان يغني قبلي انا. جبار. كمارة ان سيكا، كمارة عندي سيكا، وسوكا اختي سيكا، في اي حاجة سوكا ما بتتأخرش. زوزو جدتو وكمارة زي اخوه، دايما بينصحوه، وسيكا هو سيكا ما بيتغيرش. كمارة ان سيكا، كمارة عندي سيكا، وسوكا اختي سيكا، في اي حاجة سوكا ما بتتأخرش. زوزو جدتو وكمارة زي اخوه، دايما بينصحوه، وسيكا هو سيكا ما بيتغيرش. دماغه ناشفه